يا مساء الخير والفل على كل مشاهدينا في كل مكان. برحب بحضراتكم معانا حلقة جديدة ويوم جديد مع ست الستات. حلقتنا النهاردة حلقة مميزة جدا لأن فيها فنانة مميزة قوي خطفت قلوبنا من أول مرة من زمان تظهر على الشاشة، وتميزت قوي بابتسامتها الهادية وتمثيلها كده السهل الممتنع الطبيعي، بداية من مسلسل الحاج متولي لغاية مسلسل حكايات جروب الماميز. وقلنا الحمد لله رجعت لنا بالسلامة بعد فترة غياب عن الشاشة، لكن واضح إن هي كانت شقية قوي وبتعمل حاجات كتير قوي من ورانا أو ورا الكاميرا. طبعا أعمالها كتير، ما بينهم أعمال فنية كبيرة، ولأنها طول الوقت بتدور على التميز اختارت أنها كمان بجانب شغلها في التمثيل تدرب، وهو ده بقى اللي ورا الكاميرا، تدرب طلاب المدارس والجامعات، وقدمت مسرحيات كتير. الطلبة كانوا هم أبطالها، وأحدث الأعمال دي كانت مسرحية عائلة ونيس اللي تم عرضها مرتين الحقيقة، أول مرة على خشبة مسرح المدرسة، والمرة الثانية تصدقوا فين؟ على مسرح مدينة سنبل، بناء على طلب الفنان الكبير جدا محمد صبحي، وده بعد ما انبهر بالعرض الأول للمسرحية وأداء الطلاب. ضيفتنا النهارده مش أول مرة تنورنا في ست الستات، وهي ضيفة عزيزة جدا كلما حلت على استوديو ست الستات، هي الفنانة الجميلة نورهان. ازيك يا نورهان؟ الحمد لله، بشكرك جدا يا دينا. وحشتيني قوي. لكن قبل ما أكمل معاكي طبعا اسمحوا لنا ننور، يعني نرحب بضيوفنا اللي منوريننا في الاستوديو، حياة صلاح اللي قامت بدور ميسة. برحب بيكي يا حياة ومنورانا في الاستوديو، وكمان يوسف حيدر اللي قام بدور عز الدين الرومانسي خالص روميو. ازيك يا يوسف؟ وآسر حيدر، آسر هيثم، يعني آسر قام بدور حد مش هتصدقوا هو مين، قام بدور عبد الله اللي هو عبد الله مشرف في الحقيقه. طبعا برحب بيك يا آسر معانا، ودول ابطال عمل مسرحيه يوميات ونيس او عائله ونيس. برحب بيكم معانا. وطبعا المعلومات كده اتلخبطت خالص، مين دول؟ المسرحيه ازاي؟ مسرحيه عائله ونيس دي كانت على المسرح وبطوله الفنان الكبير محمد صبحي، لكن واضح كده ان نورهان تدخلت في الموضوع وشقلبت الدنيا. وعشان نعرف اكتر، نورهان يعني عملتي ايه؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ الحمد لله، انا يعني ربنا اختارني وسخرني للولاد دول علشان اكون سبب في انه موهبتهم وشطارتهم وجمالهم يظهر. انا للوهله الاولى، انا دي المدرسه دي هي العمل ده هو العمل رقم 8 معاهم. احنا كنا استضفناكي قبل كده بالظبط، وحتى المدرسه دي مش في القاهره. لا، المدرسه دي في القاهره. المره دي في القاهره، كان قبلها كانت مش في القاهره. في اوقات كتير انا بكون في اكتر من مدرسه، ومدارس اللي بتهتم بالدراما بتكون مدارس مميزه جدا. صحيح. والمدرسه دي من اكتر المدارس المميزه، لان هي مش بس بتهتم بالعلم، كمان بتهتم بالدراما. ومفيش مدارس كتير ممكن تعمل مكان ومسرح وبادجت وتصرف على الموضوع وتبقى مهتمه بانه الاولاد يتربى عندهم السوشيال والايموشنال سكيلز اللي مرتبطه بالدراما. فانا الحقيقه من كتر ما شفت الاداره والاونرز ناس مستنيره، ففكرت انه انا عارفه طبعا الاستاذ محمد صبحي وقد ايه الابروتش بتاعه بيأثر فيا وبحبه زي اي واحده طبعاً من جمهوره. طبعا وكنت مبسوطه بدعمه ليا في وقت كبير، لانه عزمته على مسرحيه انجلش في المدرسه دي، وجيب منتهى الكرم والموده واتفرج على الولاد وحبهم جدا، وقال لي كلمه كده قبل ما يمشي، قال لي نورهان اللي يعمل انجلش يعمل عربي. فانا ما كنتش اشتغلت حاجه بالعربي خالص، وكنت حابه انه اعمل حاجه جديده، وحابه انه الاجيال الجديده دي تعرف انه في نموذج ممكن يكون هما ما شافوهوش دلوقتي خالص في الحاجات اللي بتتقدم في الميديا او اللي بيشوفوها على التيك توك او وات ايفر، ولا المسلسلات بتاعت نتفليكس ولا كده، انه في حاجه اسمها انه يبقى اب لطيف ودمه خفيف وبيغلط زي ولاده وبيهزر معاهم، وفي نفس الوقت هو مثل اعلى وقدوه، بس مش طول الوقت بيقعد يعرض مبادئه بخطابه وبمباشره، لا ده هو لطيف وبيهزر. فحبيت انهم يشوفوا النموذج ده، ولما جربت ان انا اخليهم يتفرجوا على المسرحيه وسالتهم تحبوا تعملوها، اتحمسوا جدا، ولحد اخر ليله قبل العرض الثاني كانوا لسه بيكتشفوا تفاصيل جديده وبيضحكوا عليها. طبعا الانجليزي غير العربي. قدمت يوميات ونيس او عائله ونيس بالانجليزي؟ لا، ما عملتهاش. ما عملتيهاش؟ ده كان هيبقى ترجمه كتير. انت بتاخدي نصوص؟ لا، باخد نصوص بالانجليش اصلا، او بتكون بيزد على ادابتيشن.
معلش الصمت التام. الصمت التام. لان كبير عائله ونيس بذات نفسه الفنان الكبير جدا شهادتي طبعا يعني ما هو بشهاده مصر والوطن العربي والعالم كله من ابرز واروع الممثلين وابرز الاعمال اللي اتعرضت على خشبه المسرح ده غير الدراما التلفزيونيه طبعا الفنان الكبير محمد صبحي. ابوس اكتر من كده ولا ايه؟ يا حبيبتي يا دينا يعني طبعا عشان الناس ما تستغربش بس انت لا عارفين هم عارفين انك عم طبعا يعني الغريب مش انت تربيتي لا انا اللي تربيتك يا سلام لا والله لسه كنت بحكي لنورهان على العذاب ايوه الفنان الكبير محمد صبحي طبعا يعني لما بتشوف اعمالك الاطفال اللي في السن ده ما شافوهاش قبل كده انا متخيله احساسك بيبقى عامل ازاي ايوه هو الحقيقه طبعا بحيي بس الاول صديقتي الغاليه الفنانه اللي هي سبب الحقيقه في انها تعمل العمل ده نورهان دايما اعمالي بيعملوها في الجامعه كما اول مره مدرسه تتصدى لعمل اعمالي وانا عجبني اختيارها لانه ده مناسب جدا للاطفال في مرحله المدرسه يعني هي عملت حاجه عظيمه جدا واسعدتني جدا 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 وطبعا يعني شهادتي فيها كمان مجروحه لان انا بعتبرها كمان تلمستي رغم انها ما تلمستش على ايدي انما تلمستي لان انا طلبتها في اول عمرها الفني طلبتها في عمل عشان تشتغل معايا وهربت مني ده احنا مش هنخرجها من باب الاستوديو بقى مش كده ايوه ده من صحابي انا فخور جدا 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 بالتجربه فرحان بيها وانا كنت صح لما انفعلت عاطفيا مع العرض وقلت انا عايزهم يعرضوا على مسرح مدينه سنبل انا فرحان بالاطفال ان انا ما حسيتش لحظه انهم بيقلدوا عمل فني لا هم حابين عمل فني وفاهمينه كويس وبيأدوه ب ب ب ب بحب شديد جدا وده بناء على انا كلهم عاجبني وانا بس عايز اقول حاجه كمان بره ونيس اتفضل انا انبهرت بالاستعراض اللي عملوه الاولاني الغنائي اللي عن القدس يعني انا شايف ان في توافق ما بين الفكره لأحداث غزة وأحداث فلسطين ووعيهم بأحداث فلسطين وما بين ونيس اللي كان دايما يقعد يكلمهم عن فلسطين ويكلمهم عن قضية فلسطين ويخلي عندهم وعي أنا انبهرت بأصواتهم الغنائية جدا 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 و أنا كنت قاعد بضحك بجد يعني انا لا ده اللي يقدر يضحكك أيوة. يعني هيبقى عمل انجاز جامد جدا يوسف. يعني يوسف هو انا قاعد يعني قصدي بتخيل نفسي ونيس اللي بيلعب الدور هو انا وانا صغير يعني انا شايف نفسي وانا صغير يعني عز الدين وشرف الدين وعبد الله وجهاد وهدى الزهردة ميسى يعني ابو الفضل لا كنت مبهور بيهم جدا الحمد لله عز الدين الخبيث اللي قاعد قدامك ايوه روميو هو اللي كان عامل عز الدين واللي جنبيه انا مش فاكر اسماء انا اسف معلش يا عامل شرف الدين و قاسر عامل عبد الله قاسر كان عامل عبد الله مشرف عبد الله اللي هو قاسر اقعد عكسه في البروفا اللي كانت قبل العرض لا شيء جميل وانا بس بتك على حاجه معينه اتفضل انا دايما اقول ان روافد بناء الانسان ثلاث روافد والتعليم ثم التعليم ثم التعليم ثم الفن والثقافة ثم الإعلام اللي هو وعاء اللي بيملى الفن والثقافة عشان ينقلها هنا في توافق ما بين التعليم والفن الحقيقة مدير المدرسة وصاحب المدرسة دكتور جمال الحقيقة أبهرني بأنه مؤمن بجد أن الفن صحيح. يدفع إلى التعليم طبعا يعني وسيلة للتعليم فعلا انا مش عايز اطول كتير بس انا يعني فخور بالتجربة
وبس هقول حاجة لنورهان عشان هي بتتفاجئ دايما بآرائي. أيوة. عايز أقول لها إن أيوة يبقى ده توجهك وده خط أنت متبنياه جميل جدا، بس إحنا عايزينك كمان عشان من خلال العمل الفني العام علشان ما تفسديش يعني الطريق بتاعي. أنا مهتم بالمواهب الجديدة وبعمل بقى 50 سنة و 53 سنة دلوقتي استوديو الممثل وبستقبل المواهب الجديدة وبعلمهم وكده، بس ده ما بيبطلنيش أنا أمثل. فأرجوكي يعني أرجوكي لازم تشتغلي برضو الفن، ما تقوليش أنا خلاص تخصصت في الحتة دي، لا لا أزعل منك على طول. لا خلاص الحقها يا استاذ صبحي بدور فورا، استدعيها. لا ده هنحبسها هنا، هتهرب مني، هنجيبها لك بايدينا لغايه المسرح. وانا هشتغل يعني ازاي اشتغل معاها وهي مخرجه كبيره كده وعندها افكار هايله، هنتخانق مع بعض. طيب اخر سؤال يا استاذ صبحي، يعني هل لقيت اي اختلاف في الرؤيه الاخراجيه ما بين اخراجك المسرحي واللي عملته نورهان يعني مع الولاد؟ ده سؤال دي عقل خالص. قطعا قطعا احنا اتفقنا على خطوط رئيسيه بس ما نخرجش عنها عشان ما نفسدش النص المسرحي، انما الرؤيه اللي هي قدمتها رؤيه متوافقه مع الاطفال، ما عدا حاجه واحده هي عارفاها هي بتقولها انها زمن المسرحيه يعني انا دايما اقول لازم يبقى ساعه وربع ساعه وثلث بالكثير، انما هي قدمت رؤيه حقيقيه مصدق. بصي انا كان ممكن العرض ما يعجبنيش لسبب، لو اتقدم على انهم فرقه كبار يعني ناس أيوة. كبيره فهمت. انما هي حققت رؤيه اخراجيه كما لو كانت بتلعب مع الاطفال، هي بتلعب معاهم بجد يعني. انا كنت بلعب معاهم بشكرك جدا لدعمك يا استاذ صبحي، وحضرتك لولا توجيهاتك ودعمك المستمر ما كناش هنوصل لاي حاجه من النتيجه البديعه دي، وبجد بشكرك من هنا لحد السما. يا حبيبتي ربنا يخليك، ربنا يخليك. وانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ولن اتنازل عن وجودك معانا مره واحده بس في العمر في الاستوديو لايف، مره قبل ما اموت بس والنبي مره. لا تعالي لي في المسرح انا. طيب خلاص اتسديت. خلاص احنا متفقين. معظم البلد انا كان عندي برنامج برضو عملوه في المسرح. شفتوا مع شيرين سليمان طبعا. طبعا جميله شيرين. وغيرتي جدا عشان تبقى عارف. ها انا عارف، بس لما حد يعني انا بدات البروفات بس لما البروفات تسخن شويه تعملي لقاء حلو جدا إن شاء الله. في العرض الجديد، لان العرض الجديد ده يعني حاجه جامده ان شاء الله ان شاء الله. كالمعتاد كالمعتاد دايما كل الاعمال الرائعه. انت خدتي اراء، انا ما اتفرجتش على البرنامج، اخدتي اراء الاطفال دول لسه؟ ده احنا لسه بادئين الحلقه حالا. لا انا عايز اسمع عايز الدين بقى هتسمع حالا حالا حالا. طيب بشكر حضرتك شكرا جزيلا الفنان الكبير محمد صبحي حبيب القلب من جوه طبعا يعني نورنا النهارده ولو بالصوت حتى على التليفون في ست الستات، بشكرك شكرا جزيلا. ده امر بقى عايز اعرف اولا انتوا بقى يعني هبدا بيك يا اسر بما انك انت الصغنون بتاعنا النهارده، هل انت عشان تمثل دور عبد الله مشرف شفت الحلقات بتاعت يوميات ونيس او شفت مسرحيه عائله ونيس؟ اول حاجه لما بدانا خالص نبدا من اي في اي لما بدانا عشان نمثلها هناك اول يومين بس كنا بنتفرج على المسرحيه عشان نعرف يعني ازاي بيتحركوا التحركات وكده، لكن لسه كناش نعرف الادوار. بعديها بقى بشوية بعديها بأربع أو خمس أيام تقريبا لما عرفنا الأدوار أنا الأول زعلت. زعلت؟ وعيطت. ليه؟ لأن أنا كنت عايز دور معين مش لازم أقوله. عايز دور مين؟ مش لازم أقوله. طيب أوكي ماشي هحترم رغبتك الفنية إنك أنت مش هتقول. أنا أصلاً جدا على فكرة بس لما جاي دور عبد الله يعني الأول اتضايقت بس يعني بعديها كملت عادي وتمام. ده تحدي كبير على فكرة انك انت تعمل شخصية وألدغ وبيبدل الحروف الميم وعين وحاجات كده حسب ذاكرتي يعني. كان رائع. صعب كان عليك يا اسر؟ مش قوي. لا ده انت ممثل انت ده التجربة دي خلتك انك انت تحاول تقلد عبد الله مشرف الفنان الكبير طبعا، ولا انت اضفت للشخصية من عندك؟ لا هو انا حاولت اقلده
يعني اللدغة الأول كان صعبة إن أنا أغير طريقة كلامي لطريقة كلام حد تاني أو قلت حد. الموضوع كان صعب معايا. لكن خرجت من دي. مش المسرحية الأولى بالنسبة لآسر. ده راجل مخضرم. دي المسرحية الكامية. عنده تجارب مسرحية. التالتة وفي التجارب اللي قبل كده كمان أثبت وجوده جامد. ما شاء الله عليك ما شاء الله. طيب هروح ليوسف. يوسف أنت عملت عز الدين روميو. ونور قبل ما نطلع على الهواء بتقولي انك عملت شعرك على جنب وتقمست الشخصية خالص. احكي لي برضو نفس السؤال الاول، انت اتفرجت على المسرحية عشان تقدر تعمل الدور بتاعك ولا انت قدمت عز الدين من وجهة نظر نورهان المخرجة بقى؟ لا هو يعني انا كنت بتفرج عليها. هسيبك تقولي حاجه. انا عندي بس تحفظ على كلمه مخرجه. لازم اقوله قبل ما الحلقه تخلص. اتفضلي. لا نسمع يوسف الاول بس لازم ارجع للنقطه طبعا دي. طبعا اوكي. يعني كنت بتفرج عليها قبل كده لما كانت بتبع التلفزيون حلقات منها. بس بقى لما جت المسرحيه يعني بدات انا اتفرج على، لما ارجع من بروفات اتفرج على المسرحيه كامله بعد ما عرفت دوري يعني. ان انا اركز قوي على عز الدين. لكن في الاول قبل ما اعرف دوري كنت برضو ايه في اي في واي في المدرسه كنا بنتفرج عليها. بس يعني بعد ما عرفت دوري بدات ان انا اركز مع عز الدين اكتر عشان اعرف الكاركتر. ده انت هتغني لنا بعد شويه، اصبر عليا، ده انا مش هسيبك. لازم اروح لميسه او حياه. حياه طبعا انت قمتي بدور ميسه والله يرحمها طبعا الفنانه العظيمه اللي فعلا بجد بجد كلنا بنحبها واخدت كده من وقتنا كتير جدا. سعاد نصر واحلام عشناها مع ميسة الحقيقيه طبعا الله يرحمها. فعلا الام المصريه يعني. حقيقي. قولي لي بقى انت برضو عشتي مع المسرحيه الاول، ولما ايه الفرق بقى ما بين مدرسه بغض النظر عن اسم المدرسه وخشبه المسرح عند الفنان الكبير محمد صبحي؟ الاول احنا كنا في المدرسه فكنا بنمثل المسرح بتاعنا متعودين كل يوم عليه، فكان بالنسبه لنا اتس نورمال يعني. مفيش تنشنه خشبه المسرح. كانت اول مره امثل فكان في الاول في تنشنه سنه، بعدين لا خلاص يعني مع الوقت باللي انا يعني بعمله فتمام. كان دور كبير قوي بالنسبه لي وكنت خايفه من سنه اني ما بقاش قريبه من ميسة. فكنت بتفرج على المسرحيه دايما، كنت بحاول اقلدها في كل حاجه هي بتعملها عشان ابقى الى حد ما شبهها او الشخصيه نفسها تبقي متلبساها بشكل صحيح. بالظبط كده. كانت اتقمصت جدا. حياه هارد وركر جدا ومخلصه ومتفانيه جدا. وكانت من اكتر الناس اللي بيتجاوبوا مع الملحوظات وادت الشخصيه بمنتهى التفاني. دي اول تجربه الحياه. دي اول تجربه ليها. اوكي. يوسف بقى اخذ الكاركتر في حته ثانيه خالص، تألق وابهرنا كلنا. الفنان محمد صبحي قال كده، الاستاذ فعلا اعجب بيه جدا وخرج المره الاولانيه والمره الثانيه بيقول لي عز الدين ده مميز جدا، طول ده لو تعرف انه كمان بيغني. انا فعلا محظوظه جدا باولادي ومحظوظه بالمكان والمدرسه اللي بتدعم ده ومحظوظه جدا كمان بحاجه ثانيه لازم اقول لك عليها. بشكرك ومن كرم اخلاق الاستاذ طبعا ان هو بيقول انه العرض من اخراجي. هو انا الحقيقه بشتغل بسيستم مختلف عن المتعارف عليه في الوسط المسرحي المصري، والطريقه اللي انا درست بيها تدريس المسرح للاطفال لا تحتوي على كلمه مخرج. فانا وظيفتي او التايتل بتاعي هو ان انا بروجكت مانجر ومعايا فريق من المدربين، هم بشكل كبير جدا هم المسؤولين عن نجاح الولاد ونجاح العرض. وانا لا ما اقدرش انكر ابدا مجهودهم ودول في الاساس بقى بيبقوا مدرسين ولا بيبقوا مخرجين؟ بعضهم بيكون مدرسين وبعضهم انا بجيبهم يشتغلوا معايا اوت سورس. ده منهم فوكال ترينرز محترفين، اصوات وكوريوجرافرز محترفين. ده انت عامله رقصه واستعراض مبسوطه ان الاستاذ محمد صبحي اعجب جدا. عجبه جدا. هو اللي بيتكلم عن فلسطين اللي كان في الاول، هو طبعا بتوجيهاته هو اللي قال لي ازاي ادخله في وسط السياق الدرامي. وكان معايا مصمم استعراضات وتعبير حركي هو مميز جدا، وهو في الاصل بيشتغل بره مخرج، وهو اللي عمل الاستعراضات والتعبير الحركي بتاع المسرحيه وللمدرب الصوت ومدربات التمثيل. انا بصراحه محظوظه جدا معايا فريق عظيم، مدربات التمثيل عبير طنطاوي، ياسمين علي، عليا القصبي، معايا
مدرب التعبير الحركي أسامة مهنا، معايا مدرب الصوتيات مصطفى مهلل. بصراحة أنا محظوظة جدا بفريق. هو احنا معانا فيديو يا جماعة يقرب لنا بس كده شوية، يعني نشوف شوت من المسرحية اتصورت ولا ده مش معانا؟ طيب اوكي معانا. مين ده؟ طيب كوميديا تلاقي، تراجيدي تلاقي، كله. ما ننساش النقطة اللي حبيتي توضحيها لي كمان على جزئية ان انت مش بتسيبي، وطبعا استاذ صبحي قالها انك انت ما سبتيش الفن علشان الرسالة اللي انت بتحاولي تقومي بيها دلوقتي، ربط التعليم بالفن والفن بالتعليم، او يعني الفن كوسيلة للتعلم اكتر. انت فين؟ شو اخر حاجه جروب الماميز؟ هو احلى حاجه ولا ايه الحقيقه؟ بدون يعني لف ودوران بمنتهى الامانه، هو اصبح بالنسبه لي الشغل بتاعنا بتاع الدراما والمسلسلات اصبح بالنسبه لي ات كامز نكست، يعني اصبح الحاجه درجه ثانيه بالنسبه لحياتك. يعني الحاجه الاولويه ليها دلوقتي في حياتي هو فكره ان انا اباس اون النوليدج والخبره اللي ربنا ادهالي والموهبه للاجيال الجديده، لان انا بشوف ابني وولادنا وولادي في المدرسة حبايبي، هم مساكين، هم الدنيا حواليهم كلها رايحة في حتة تانية خالص، حتة عديمة المبادئ والأخلاقيات والأسس والانتماء، وما فيش أي حاجة من اللي احنا تربينا عليها ولا شفناها. فأنا بحاول بقدر الإمكان أشدهم في ديل أشدهم أصولنا تاني بالضبط، وخلاص احنا مضطرين نغير طريقة التعامل معاهم، ولازم نجذبهم بحاجة يكونوا هم متحققين فيها ومبسوطين بيها ومستمتعين وهم بيعملوها، لأن لولا كده مش هنعرف ناخد الانتباه بتاعهم ولا اهتمامهم ولا نشدهم للمنطقة دي خالص. فأنا بالعكس بعتبر ان انا محظوظه جدا ان انا ربنا رسم لي خطواتي ان انا ابقى يعني بكمل في المجال ده بتاع ان انا ادرس للاطفال الدراما. اولا السكيلز اللي احنا بندرسها هتنفعهم في حياتهم بعد كده، سواء في شغلهم او في مستقبلهم، سواء كانت السكيلز بتاعه التمثيل، مهارات الكلام، استخدام الصوت، البادي لانجوج، الفيشل اكسبريشنز، كل الحاجات دي هتنفعهم في حياتهم. وكمان لما حد بيذاكر الشخصية زي ما هيحكولك دلوقتي، هو كمان علشان يذاكر شخصية معينة لازم يتأثر بسلوكها ولازم طبعا يعرف دوافعها. أنا عايز أسألك سؤال مهم جدا بقى، هما المسرحيات الإنجليش اللي بتعمليها بتبقى فيها نصوص بالضبط وفي سكريبت طبعا، هل روحتي أخدتي السكريبت من الفنان محمد صبحي أو يعني السيناريو بتاع المسرحية أو السيناريو المكتوب عشان يحفظه هو الديالوج، ولا مين اللي كتبه والديالوج اللي احنا بنشوفه على المسرح ده مين اللي عامله؟ الأستاذ محمد صبحي في لفتة كريمة جدا منه زي كل أتيتيودو طول المسرحية اداني النص الأصلي اللي هو كتبه وقال لي اعملي عليه أدابتيشن واختصريه في حدود انه يكون ساعة ونص ساعتين. وانا الحقيقة طمعت جدا، بقولها بمنتهى الفخر والصراحة. عملتيها قد ايه؟ واستعنت بأحد الكتاب المسرحيين وطلبت منه يعيد صياغتها في حدود اللي يتماشى مع افكار الأستاذ، وعملتها ترت يعني ساعتين ونص ثلاثة الا ربع. يا نهارك ابيض. بس الجمهور بس كان مبسوط جدا. الأصلية كانت ثلاث ساعات. طبعا طبعا، وهو قال لي كده، قال لي المسرح التجاري ينفع يبقى كده، لكن المسرح المدرسي ما ينفعش يبقى. وانا موافقه جدا، بس انا كنت حقيقي الولاد كانوا الاهالي مبسوطين. كانوا مستمتعين كمان. الاهالي الحقيقه الحمد لله كانوا طايرين من السعاده. اولا علشان المورال والمبادئ والاخلاقيات اللي موجوده في ونيس طبعا، لان كان نفسهم ان ولادهم يعرفوها والولاد التانيين اللي بيتفرجوا عليهم يعرفوها، لان الولاد بيقبلوا من بعض برده اكتر من طبعا لما يقبلوا من حد كبير بيوجههم. صح. فلما زمايلهم بيشوفوهم ممكن يقتنعوا بالكلام ويبداوا يعملوا بيه احسن واكتر من لو شافونا احنا بنقول لهم اعملوا كذا او بنمثل ان احنا بنعمل كذا. يعني وده عاده اللي بيحصل مع اللي بيتعاملوا مع الاطفال، ودي غلطه يعني رهيبه. كويس قوي انك انت واعيه ليها، ان انت مش بتملي عليهم بالزبط هيعملوا ايه بالظبط. طب حفظوا ازاي؟ حفظتوا لهم بقى؟ اول حاجه عشان نحفظ خدنا اول حاجه خدنا السكريبت. خدت دورك بس ولا خدت المسرحيه كلها؟ لا مسرحيه. مسرحيه كلها. وطلعت دورك انت بقى عبد الله. اسمه ايه؟ اول حاجه خدنا لما خدت السكريبت فضلنا اول حاجه نتكلم بالكلام العادي، نتكلم بطريقتنا العاديه بالكلام ده. وبالطريقه الثانيه اللي هو نحاول نتكلم بالطريقه، ايوه، لكن في نفس الوقت تفهم وتقدر تعبر.
لو آسر كمان حكالك عن الحاجات اللي هو استفادها من المسرحية كممثل وكبني آدم، لأنه أنا مرة وإحنا بنصور زي دوكيومنتري كده عن المسرحية سألته أنت استفدت إيه، إيه المبادئ أو الأخلاقيات أو الرسالة بتاعت المسرحية، هل إحنا بس بنهزر وخلاص؟ اتفاجئت برده. على فكرة آسر ده ما يبانش عليه بس هو جبار. طب ما تقولي استفدت إيه فعلا؟ اول حاجه انا كنت بتكسف من كل حد، ما بحبش اطلع او اظهر قدام اي حد او قدام على الاقل اتنين، برضو مش بحب اظهر قدامهم. وثقه الثقه بالنفس عندي زادت كتير جدا، انا بقيت واثق من نفسي عادي طالع مش هيحصل حاجه، ما بقتش بتكسف زي الاول يعني. بس ده من التمثيل نفسه. لكن من الكلام اللي انت بتقوله، هل طلعت بحاجه؟ طلعت بحاجه من الكلام اللي بيتقال في المسرحيه، من القصه بابا ونيس وماما ميس؟ اكيد طبعا احنا اتفرجنا على كل سواء مسلسل او كمسرحيه. انت طلعت بحاجه؟ كتير. زي ايه؟ اديني حاجه واحده. الغيره، تولد الكراهيه. صح. وايه تاني؟ الانتماء. الانتماء لمصر، للوطن، والوطن العربي كله. طبعا. طب يوسف بقى حفظت ازاي؟ انا كنت اول تجربه ليا، مش عارف بحفظ ازاي. ده كان انا بسال نفسي السؤال ده. انا عايز عندي فضول اعرف ازاي الناس الممثلين بيحفظوا السكريبت، هل هي صعبه ولا ايه اللي بيحصل. لقيت ايه؟ فدخلت لقيت سكريبت امسكه اقراه، هايلايت على الدور بتاعي، بسمع كل اللي بيقراه، برضو بقرا دوري. تعرف الرد بتاعك، تعرف وقتك هتتكلم امتى. انا في الاول ما كنتش بحفظ، انا لما نيجي نقراه بقراه، بنقراه كذا مره مش مره واحده. فلما باجي امثل بلاقي ان انا مش ناسي الكلام، بلاقي ان انا حفظته من الحبه اللي قعدنا نقراها. ببقى قاعد مش مركز ان انا احفظ. فبحسها ان هي طالعه منك. بحسها ان هي موقف في حياتي فمش ناسيه. فلما حسيته موقف في حياتي فانا بمثله، مش محتاجه ان انا احفظ الكلام، لان انا حاسه كان عادي موقف طبيعي حصل طالع طبيعي. ففاكره فبعيده. لكن مش قال بيقولوا قال صوتك حلو. قال الكلام ده حقيقي ولا ايه؟ بيقولوا. طب ما تسمعني حاجه كده قبل ما اروح لحياة. من المسرحيه، ايه رايك؟ كنت هنا. يلا. دي غنوة احنا عملناها قبل المسرحية كنوع من انواع الدعم للقضية. وفي البداية زي ما قلت لك كان يبدو عليه انه هو شخص يعني عاطفي وانساني وكده، بعد كده بقى في الكوميديا في المسرحية لما دخل تقمص في الدور بقى ما شاء الله يوسف، يعني بقى يخلق افيهات من عنده، وبقى كرياتيف جدا، وابتدى يزود حاجات ويقترح حاجات وكلنا نلاقيها عظيمه فنوافق عليها. من اكتر الناس اللي بيتجاوبوا مع الكوتشنج، ومميز جدا جدا. عرفنا هيطلع ايه يوسف، خلاص احنا عرفنا. طب عايز اسمع صوتك كده من غير اغنيه؟ بالاغنيه طبعا. هنسمعه ازاي؟ طبعا بالاغنيه. حتى كوبليه واحد اول من غير يعني. قول يلا. كنت هنا، كنت أنا، كانت الدنيا لنا. كنت هنا، كنت أنا، كانت الدنيا لنا، في ربيع عمرنا، الشوارع ملكنا، والسلام يعمنا بالصفاء والهنا. من بعيد تنظر لنا، نبدو وكأننا كاللآلئ في السماء، تفرح الحياة بنا حتى يوم غاب فيه أمالنا، ضاع فيه سلامنا، دمرت أحلامنا. كل يوم كان يعلو صوتنا، شر يقصف بيتنا، فانهض انطفئ لنا. ولو ليوم كنت هنا. الله يا يوسف. الله يا يوسف، بجد رائع رائع. طب واكتشفتي يا نورهان حلاوة صوته؟ يعني كان
الدور كان طالب ان هو اللي يغني عايز الدين يغني الاغنيه دي؟ الدور ما كانش متطلب ذلك، هي كانت زي انترودكشن كده. وفي المره الاولانيه لما جالنا الاستاذ محمد صبحي كانت لسه الاحداث المؤسفه دي يعني ما بداتش، فكان يوسف ساعتها بيغني عدى النهار، وكمان اسر كان بيغني وهم الولاد علشان المسرحيه. انا متعوده اعمل مسرحيات ميوزيكال دايما عشان اظهر كل الامكانيات اللي عند كل الولاد، حتى اللي ما بيحبوش يكونوا على الستيج بيشتغلوا في الديكور وفي الساوند مانجمنت وفي كل الحاجات. فالمسرحيه دي اول مسرحيه اعملها مش ميوزيكال، وما ينفعش ادخل فيها اغاني لانه هيفقدها برضو الرونق الخاص بتاعها طبعا، والناس عارفاها وهتبقى بالظبط وهتبان الاغاني انها مقحمه. ولكن حبيت ان انا اعمل زي انترودكشن كده بالغنى، فربنا الهمني وسخرني يعني ليهم انه جبت لهم فوكال ترينر المره دي والمره اللي فاتت، الحمد لله من اكتر الناس المميزين ودايما مدربين صوت بقى بالظبط طلعوا. انا عايزه اروح لحياه شويه يا نورهان. حياه جدا لو ما شدتيش الكلام منها مش خلي بالك. ميسه مش شخصيه عاديه، ميسه كانت يعني ام ليها وجهه نظر، وكانت بتغلط لكن بتصلح الغلط، وكانت بتشارك ونيس في كل يعني المشاهد طبعا في الاعمال سواء المسلسل او المسرحيه، وبتشارك في تربية الولاد. كلميني بقى انت اكتشفوا فيكي ايه يا حياة مع ميسة؟ ايه انا وحفظتي ازاي دورها؟ ايه لما كنت بقرا السكريبت وكده فجينا قرينا، فالاول انا يعني صعب جدا بالنسبة لي الحفظ، فبعد ما حفظنا قرينا كذا مرة فتمام، فاللي هو قريناه وبعدين حسيت ان انا ايه دخلت جوه القصة نفسها، وحسيت ان انا ميسة مش عارفة ازاي تقمصت جدا بالظبط كده، تقمصت قوي مع نفسي كده، وبعدين جيت على خشبة المسرح مش عارفة افصل، حاسة ان انا ميسة مش حسيب بالشخصية مش قادرة خالص، حتى على ارض الواقع ساعات بقلب ميسة مش عارفة ايوه ازاي. كانت بتتعامل باحتواء شديد مع الولاد الصغيرين وتشوف محتاجين ايه وتساعدهم وتريحهم. ده رائع. عايزه بقى ارجع لنورهان تاني. لا بصي بقى ارجعي لي نورهان شويه، ارجعي لي نورهان، ايه اللي جاي بالنسبه لك فنيا والتمثيل؟ لان خلي بالك اللي بيحب التمثيل بتحبي تعلميه، لكن يحب برضه يفضل طبعًا يمارس طبعًا مهنته او هوايته اللي هي طبعًا التمثيل طبعًا. فايه اللي جاي بقى بعد جروب المامز؟ والله انا على مدار كذا رمضان اللي فاتوا الحمد لله بتوفيق من ربنا كان عندي كل سنه عمل مميز جدا وعلامه، يعني كذا سنه ورا بعض بين السماء والارض وكذا حاجه ورا بعضيها، مش حاضرني بس دلوقتي الاسامي، بس انا شايفه ان انا ساتيسفايد جدا بالوضع الحالي. وعايزه اقول لك انه انا ممارسه التمثيل بتحصل معايا بشكل يومي اثناء ما انا بعمل كوتشنج للولاد مع الفريق بتاعي. يعني انا مش مفتقده التمثيل ده، بالعكس ده انا من كتر ما انا بساعدهم ان هم توليبريت ويتحرروا من الحاجات اللي ممكن تخليهم مش عارفين يطلعوا الكرياتيفيتي اللي جواهم، انا كمان بليبريت، انا كمان بستمتع جدا، وبحس ان انا يعني باخد من طاقتهم الايجابيه وباخد من براءتهم وبكاره مشاعرهم وعايزه اقول لك انه حياه دي صوتها ما كانش بيطلع بس يعني ده انت تغلبت على مش بس الكسوف، مش بس مدربين الصوت بيدربوا الغناء، احنا كمان مدربين الصوت المحترفين اللي بنجيبهم بيدربوا الممثلين على كيفيه استخدام طبقات صوتهم. ممكن حياه تقول لك عن الموضوع ده. انا كان بالنسبه لي كل درجه صوتي كلها واحد، كان صعب جدا اغير نبره صوتي. دي مشكله بيعاني منها ممثلين كبار المناطق طبعا، دي حقيقه. كنت حتى في العصبيه وقت النرفزه في المسرحيه مش عارفه اسيطر اعمل كنترول على صوتي. بعدين اخدت فوكال وكده فبقيت عارفه انزل الطبقات بتاعتي، عارفه اتخن صوتي، ده كان بالنسبه لي حاجه مختلفه جدا، ان حتى في حياتي الطبيعيه كان كلامي كله بيدخل في بعض، كان نبره صوتي كلها واحد، اللي قدامي ما اعرفش زعلانه ولا مبسوطه. فاستفدتي ده في حياتك الحقيقيه بقى، في حياتك البهبهات والمهمهات، الاباء والامهات بقى ايه؟ احكي لي باباكي ومامتك واسرتك حضروا طبعا العرض، احكي لي بقى عملوا ايه وحسوا بايه؟ كانوا مبسوطين جدا وما كانوش مصدقين ان انا هي دي، ان انا اكتر واحده بتكسف، اكتر واحده مش بقدر اقف قدام مجموعه كبيره، بتوتر جدا. يبقى بالنسبه لي ان انا اعمل كده او بطلع بالدور ده وابقى جريئه بالشكل ده، فكانوا مش متخيلينه ابدا. طريقه كلامي كان كلامي كله متلخبط قوي، بيتعرف اتكلم بطريقه مختلفه جدا طبعا، مخارج الالفاظ كمان بالزبط. لان فانا محمد صبحي مش هيسيب لك لا قاف كاف ولا لو سمع كده امشي خالص بالظبط كده، كان مخارج الالفاظ بتاعتي خالص يعني، بس دلوقتي ظبطت خالص تمام، ظبطت فرقت جامد.
دايما جميل. بيجي لي الكومنت ده من الاهالي، وكمان بيكون من اكتر الحاجات اللي بتسعدني انا والفريق اللي معايا ان احنا نشوف الاهالي جايين يقولوا لنا احنا اللي شفناهم على المسرح دول مش دول ولادنا اللي بنشوفهم في البيت. غيرتوهم. انا ما عرفتش ابني، هو انا مش عارف ازاي ويكونوا الولاد مثلا في البيت ساكتين طول الوقت على الموبايل طول الوقت. ما فيش they don't socialize، لانه طبعًا. انا من اهم مشكلة الرولز جيل. من اهم الرولز اللي عندي واللي بتلاقي برضو حرب شديده من الولاد في البدايه ان انا بمنع الموبايل طول فتره التدريب. واحنا في فتره التدريب في اليوم من 8 ساعات من 4 ساعات ل 12 ساعة في الأجازات. سيب لهم بس وقت يناموا. يا دوب وقت البريك. مش وقت الموبايل والتابلت طبعا. بالظبط. فالأهالي بيبعتوا يشكروني على إني أنا منعاهم عن الأجهزة وإن أنا بخلي في حياة اجتماعية موجودة، يا إما بيتعلموا سكيلز يا إما دي سوشيالايز مع بعض. ودايما دايما بتلقى الكومنت ده بتاع إنه إحنا لما شفنا أولادنا على المسرح ما عرفناهمش. صحيح. دول اللي معانا في البيت. طبعا قبل ما أشكركم عايزة أسألك إيه العمل اللي جاي بقى بالنسبة للولاد؟ بالنسبة للولاد إن شاء الله بنفكر في حاجة برضو تكون قائمة على فكرة تربية المبادئ والأخلاقيات اللي إلى حد كبير دلوقتي أصبحت منسية. خلينا نقول منسية ومهملة، وفي حاجات كتير خدت أولويات عنها هي لا تستحقها. طب بدأت تقري إيه؟ بدأت أقرأ فاوست. بدأت أقرأ The Sound of Music. بتهيألي أنت عملتي Sound of Music قبل كده. استضفتك أنا وكان في المنصورة أو في طنطا. مسرحية صوت الموسيقى كانت أخذت 7 جوائز أنا فاكرة، واستضفت وقتها نورهان مهرجان المسرح القومي. صح؟ الحمد لله فعلا. فعايزين بقى يعني أعمال جاية كتير. أنا بشكركم، أنتوا نورتوني بجد النهاردة. ومش هستعجب لما يعني يطلع جيل كامل زي بقى الفنانين بتوعنا الكبار اللي كانوا على مسرح الجامعة ومسرح المدرسة وبعدين بقوا فنانين. مش هستعجب أبدا لما أسمع عن أساميكو في أعمال فنية كبيرة. وحتى لو ما سمعتش أنا سعيدة بالتجربة اللي ورتوها لنا النهاردة، وبتمنى لكم التوفيق دايما في كل حاجة. أما نورهان فمش عارفة أقول لك إيه، أنت رجعتي الإحساس بتاع المسرح المدرسي وجماله وقد إيه الواحد ممكن يكمل الموضوع التعليم ده بالفن، وهوش يبقى بره الصورة، لأ يبقى جوه الصورة ويساعد فعلا على التعليم. والله أنا بشكر ربنا إنه وجهني في هذا المجال واستخدمني فيه، لأنه فعلا ولادنا في أشد الاحتياج إنهم يحبوا ويبقوا مبسوطين بفكرة إنه إحنا بنعمل دراما ليها رسالة وإنه الفن ليه دور. لأنه الكلام ده لما بتقوليه للناس دلوقتي بيعتبروا إنه هو شعارات. بالظبط. ومفيش حاجة على الواقع كتيرة تقدري تستندي إليها كدليل عليه. فأنا مبسوطة. ده الواقع بقى النهارده. الحمد لله رب العالمين. بشكرك شكرا جزيلا، وطبعا بشكر الفنان الكبير محمد صبحي إن هو تبنى الرؤية دي وأخذهم على مسرحه ومسرح سنبل علشان يقدموا المسرحية الرائعة دي. يا ريت الفنانين بتوعنا يحسوا كمان بأهمية الدور ده للمدارس وللجامعات ويتبنوا الأعمال دي ويزقوها إنها تظهر للناس على خشبة المسرح بحقه حقيقي، مش مسرح المدرسة بس، وإن هم كمان يروحوا ويشجعوا ويحضروا الأعمال دي هتفرق كتير. على فكرة في كتير من زملائنا جم ودعموني أكتر من مرة، المخرج الكبير الأستاذ خالد جلال، الفنان محمد عادل. هو أستاذ. أيوة بالظبط. أكيد هتبصي دكتور خالد جلال طبعا مش مستبعد عنه إنه يعمل كده. بالظبط بالظبط. فهو فعلا توجه نفسه الدولة كلها بتروح ناحيته دلوقتي وبتوجيهات من الرئيس، وكان في مبادرة كبيرة لإحياء المسرح المدرسي، وشفت أكتر من تجربة حضرها كمان الأستاذ محمد صبحي للأستاذ الكبير أستاذنا هاني كمال. طبعا أنا مبسوطة إنه التوجه أصبح إنه فيه. واستضفت كمان أستاذ هاني كمال وكلمني عن التجربة دي. عظيم. أنا بشكركم شكرا جزيلا. ما تغيبيش كتير عن الأعمال المسلسلات علشان يعني نشوفك أنت كمان ونشوف نورهان اللي إحنا بنحبها في تجسيد الشخصيات الدرامية المختلفة على الشاشة. بشكركم شكرا جزيلا. حياة يوسف آسر برافو عليكم، كانت تجربة رائعة، وتقولي تاني لما تعملوا مسرحية تانية مع نورهان ونعرضها كمان للمشاهدين. بشكركم شكرا جزيلا. وإحنا بقى ناخد فاصل ونرجع لحضراتكم مع فقرتنا اللي جاية في ست الستات، خليكم معانا.